أمين عمان، راحب، كيفك؟ وينك يا زلمة؟ وينك؟ كل الناس طلعت وقاعدة تحكي أخبار وبتحكي تصريحات وإلى آخره وأشياء خطيرة كثير، أنت وين؟ وينك معلم؟ أخبار كثير قاعدة تطلع وناس بتموت وناس تغرق وناس بتحاول تنجو وناس بتحاول تروح على بيوتها، وأنت ما عندك ولا تصريح، إيش قاعد بصير معك؟ أنا مش قادر أفهم. قبل كم يوم او قبل يومين او امبارح طلعت عملت لي تكريم، طبعا مجموعه وثله من الفنانين بمناسبه عيد ميلاد جلاله الملك عبد الله الثاني من الحسين، لكن اليوم انت اليوم اللي المفروض تطلع فيه مش هذاك اليوم اللي انت المفروض تطلع فيه، انت المفروض اليوم تبين، انت المفروض اليوم شغلك يبين انك انت تقوم بتكريم مجموعة من الفنانين بحفل كان المنوي عقده ب50,000 دينار أردني تمويل من أمانة عمان على ذمتكم، وبعدين انك انت تخفض ال 25، ما شاء الله عليك يعطيك العافيه، 25,000 دينار اردني تصرفهم على تكريم فنانين ما لهم اي ادنى علاقه بالساحه الاردنيه، وانك انت ثاني يوم تكون عدم متابعتك للمواضيع او للاجراءات او للبنى التحتيه اللي موجوده في الاردن يكون سبب كثير كبير في انه انت تعرض للكوارث اللي قاعد تتعرض لها اليوم. انت عارف اصلا كم الخسائر اللي اليوم تكبدها الاردن واللي تكبدتها عمان تحديدا، لانه احنا بنحكي امين عمان، فانت تحت دائره مسؤوليتك هي عمان. انت عارف قديش الخسائر الماديه والخسائر اللي على المستوى المعنوي واللي على المستوى البشري اللي قاعد تكبدها عمان حاليا. اخ يا قلبي اعطيني هذا التليفون احكي لك شو قاعد بسمع اخبار اليوم. الزرقاء مش مسؤوليتك لا تخاف، بس الزرقاء فيه ناس مسؤولين عنها برضه مقصرين، يعني مش لحالك، انت مش لحالك والفلقة. احكي لك يا سيدي العزيز، فاعل مدني يبحث عن شخص جرفه السيل بخريبة السوق. شو كمان بدك؟ شو كمان بدك؟ الدفاع المدني يبحث عن غريق بخريبة السوق بسبب المنخفض الجوي وامطار الخير. مشاهد مداهمة مياه الأمطار وسط البلد، طبعا خسائر مادية وخسائر معنوية، خسائر في السيارات، خسائر في المحلات التجارية، خسائر في السلع اللي قاعدة تدخل عليها المي، وأنت مش صاحي، أنت مش موجود أمين عمان. أمين عمان أنت مالك دخل، وقت تطلع وتصرف تعمل أي تصريح ترى أنت مالك علاقة بالموضوع. فيديو آخر اللي غرق مركبات في منطقة الدوار السابع بسبب ارتفاع كبير لمنسوب المياه. أنا بدي أسألك سؤال، إحنا متى آخر مرة صار عندنا كوارث بسبب الأحوال الجوية؟ مش كثير زمان، نفس هاي السنة صح؟ ما صار في عندنا انهيارات احنا في حفريات، مش بتذكر في شارع المدينه ولا ولا بالجاردنز، برضه مش متذكر. ما صار في عندنا وفيات بسبب الامطار الغزيره، برضه مش متذكر. ما صار في عندنا مشاكل وكوارث طبيعيه بسبب عدم التنسيق لا بين دائره الاحوال الجويه ولا بين امانه عمان ولا بين الجهات المسؤوله، برضه مش متذكر. غرق مركبات في مرج الحمام بسبب ارتفاع منسوب المياه الامطار. أزمة سير سيارات عالقة في وسط البلد. الأمن أو الدفاع المدني يعطيهم العافية يبحثون عن غريق مفقود أو شخص مفقود. يعني أخبار بتفتح النفس طبعا. غير هيك الفيديوهات اللي راح أعرضها كمان وأنا قاعد بحكي إيش هذا، إيه كمية اللامبالاة الموجودة عند المسؤولين. والمشكلة إنه هو مش مبين، المشكلة إنه أمين عمان لحد الآن ما طلع ولا أي تصريح لا عن انهيارات الجدران الاستنادية ولا عن الشخص المفقود ولا عن المياه اللي بداها من المحلات ولا عن الخسائر المادية والبشرية، لكن قدر هو بكل أريحية إنه يطلع يكرم حليمي بولند ويكرم أنابيل الهلال ويكرم 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 ويدفع 25,000 دينار قيمة هذا التكريم من جيوبنا طبعاً، ومش قادر إنه هو يهتم بالبنى التحتية الموجودة في مدينة عمان اللي هي أهم شيء واللي إحنا قاعدين بنشوفه. غير هيك إخلاء الناس بالجرافات علشان المياه داهمتهم. ممكن تحكي لي امطار غزيره، ممكن تحكي لي فجاه، ممكن تحكي لي ما كنا منتبهين، كل هذه الاعذار غير مقبوله لانه انت في عندك دائره ارصاد جويه وممكن تنبهك للشيء اللي بصير. غير هيك الدوائر الحكوميه والخاصه اللي تعطلت او اللي تعطل دوامها اليوم بشكل مفاجئ بسبب الاحوال الجويه، انت ما كان عندك تنسيق وما كان عندك معلومه قبل هيك انه انت في كل مره بصير فيها منخفض بتعطوا اجازه بيطلع فيش مطر. بعدين ما بتعطوا اجازه بناكل هواء في الاردن والبلد بتغرق. المدرج الروماني والساحه الهاشميه والى اخره، كل هاي المناطق تدمرت وتغرقت وتعبت مياه،
السيارات الناس خسرتها، فرصاي في باص غرقان والمواطنين قاعدين ينقذوا بعض، ايش هذا الاهمال الهائل اللي عند المسؤولين؟ ما حدا قادر يفهم. الله يعدي هالمنخفض على خير، وما بعرف يعني اكيد 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 ما راح ادخل على هذا الفيديو احكي لكم انه امطار الخير اجت عقاب لامين عمان لانه كرم حليم بولا، ما راح ادخل في هذا الربط، راح اترك هذا الموضوع لناس ثانيين انه ما راح يحكوا فيه. أنا قاعد بحكي لك عن إهمال وعن عدم تنسيق وعن عدم مصداقية في حمل المسؤولية اللي بيمنوع عليها الناس عفوا إنفاق أموال الأمانة في جهات أو في إيفنتات أو في حفلات أو مؤتمرات غير غير الأماكن اللي المفروض إنها تنصرف فيها. وأتوقع كل الشعب الأردني شاف كيف عملية الإنفاق بتصير وين قاعد بتصير وكيف قاعد تتخذ القرارات. مسؤولية كبيرة على عاتق أمين عمان لأنه هو ممثل أمانة عمان، مسؤولية كبيرة على كل الجهات اللي لها علاقة بالطرق سواء من وزارات أو من جهات حكومية أو جهات خاصة. المواطنين نتمنى أنهم يلتزموا في بيوتهم، ما حد يطلع لغاية ما تخلص هذا المنخفض، نتفادى الكوارث الطبيعية، نتفادى الكوارث اللي ممكن تصير في الخسائر البشرية والمادية، ونتفادى الكارثة أمين عمان أنه يطلع يصرح أي تصريح يجيب نكتات. اتوقع بعد اللي صار يعني اقل شيء ممكن يعمله امين عمان عشان يبيض وجهه قبل ما يبيض وجهنا، احنا ما بنستنى انه هو يبيض وجهنا قبل ما يعني يوصل الموضوع للحضيض، يعني اقل ما يمكن انك انت تعمله انك انت تطلع وتحكي ان انا بستقيل، انك تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه وانك انت تطلع تعتذر عن اللي صار، مش زي الناس الثانيين اللي طلعوا وهاجموا الشعب الاردني اللي غضبوا انه يتم تكريم حليمه بولند وقالوا لها حليمه بولند انت على راسنا. لا حبيبي، حليمه بولند على راسك انت لحالك، نستنى من امين عمان انك انت تبيض شوي وجهك وتحكي لنا يعطيني العافيه او ما يعطيني العافيه وتستقيل، لانه اللي قاعد يصير هو عباره عن كارثه انت احد الاطراف المسؤوله عنها. ويعطيكم الف عافيه.